سعداء جدا بعوده المنتخب الوطني للمدينه اكادير منذ سنه 2017 باش شفناش المنتخب في ملعب ادرار. الحمد لله اليوم جينا باش نحتفلوا جميع، اولا بتنظيم المغرب للكاس امم افريقيا والشرف ديال المونديال 2030. نتمنى ان شاء الله هاد التظاهرات هادو يكونوا ناجحين 100%. اليوم غنحتفلوا جميع مع العناصر الوطنيه، مع الفرقه ديالنا اللي عزيزه واللي فرحتنا واللي نتمنى ان شاء الله نتفرحنا في 2025. المباراة ديال ليبيريا غتكون مباراة ديال تصحيح الأخطاء الماضية، وحنا كنعرفوا بأن المدرب الكراكي عنده قراءات اللي ما كايناش عند الجمهور أو الصحفي أو المحلل الرياضي، هو كيشوف الطريقة ديالو. كنتمنى أن المنتخب المغربي يحقق اليوم نتيجة إيجابية، ونتمنى إن شاء الله في كأس إفريقيا نحيدوا العقدة اللي دامت أكثر من 40 عام باش إن شاء الله نتوجوا بهذا اللقب اللي المغاربة كلهم محتاجينه، وما كاين عندنا حتى شي عذر ما نكتبوش على ريوسنا ان هذا الكاس هذا خصها تجي، لان عندنا احسن تشكيله في تاريخ او في جيل ديال المنتخب الوطني هي اللي كاينه هذه السنه هذه او هذه المواسم الماضيه. فان شاء الله الجمهور المغربي رفع سقف التوقعات، كل شيء كيقول كوب دافريك، وان شاء الله نتمنوا هذا اللقب يكون من نصيب المنتخب المغربي. وهو الاداء اللي ضرب بين المغرب والكوتيفوار كان اداء ضعيف بزاف، ولكن هذا الشيء ما كيمنعناش اننا نشجعوا المنتخب ديال بلادنا، وديما مغرب وديما وداد، وان شاء الله الفيكتوار 3-0 ان شاء الله. فرحانين اليوم انه المنتخب الوطني غادي يعود الارض ديال اكادير وبالتحديد ملعب ادرار، يعني بعد غياب طويل منذ سنه 2017 ما لعبش المنتخب الوطني هنا في اكادير، وهذه فرصه للساكنه ديال اكادير انهم يشوفوا المنتخب الوطني عن قرب اللي عشنا معاه الانجازات ديال قطر كما كتعرفوا. وان شاء الله كنتمنوا المنتخب الوطني المغربي مسيره موفقه في الكال القادم ان شاء الله، وان شاء الله بتضافر الجهود اللقب سيكون مغربيا هذه المره ان شاء الله. بالفعل الاجواء الافريقيه او الفرق الافريقيه بصفه عامه يعني كتختلف على الفرق الاخرى، لان العامل البدني يعني مهم جدا بالنسبه في الكان، ايضا البطولات او المباريات يعني لا تكسب ب يعني الفريق، وانما تكسب يعني بحيثيات صغيره. يمكن يعني على المنتخب الوطني المغربي ان يكون يعني ان يعرف جيدا الاجواء الافريقيه وان يقوم بمباريات اكثر كذلك للتعرف على يعني الفرق الافريقيه وكذلك طريقه لعبها داخل الملعب. هو اولا هذا نهار كبير فاش يعني استضفنا مباراه ديال المنتخب كونتر ليبيريا هنا في اكادير من بعد واحد الغياب طويل. كما كنشوفوا كان يعني واحد تهميش للمدينه، رغم اننا عندنا ملعب في المستوى. اليوم ملي جا المنتخب لعب عندنا كما قلت لك هذا هو النهار الكبير. وبالنسبه للمباراه راه كنشوفوها مباراه يعني راه سيف ذو حدين، منتخب الليبيري ما كنعرفوش عليه بزاف د الحوايج، ولكن تما فين تيكون البراج كما تنقولوا، وان شاء الله ما يكون غير الخير، وحنا طايقين في الدراري ديالنا. وما بغيناش يكونوا بزاف ديال التشاؤم من بعد ما شفنا داك المباراه الفارطه ضد المنتخب الايفواري. ان شاء الله نثقوا في الدراري ديالنا ونجيبوا ان شاء الله نهار الخطوه الاولى ديال الكاليفيكاسيون من هنايا من اكادير. ومرحبا بالناس تاع المغرب كامل عندنا في اكادير، وتحياتي لكم تانتوما. سكنة مدينة أكادير سعيدة بعودة المنتخب الوطني المغربي للعب مبارياته بملعب أدرار بعد غياب طويل، حيث كانت آخر مباراة لعبت هنا سنة 2017 أمام هولندا أنذاك انهزم أسود الأطلس بهدفين لهدف، الهدف الذي سجله مبارك بوصفة. المنتخب يعود ليلعب هنا أمام ليبيريا ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، فكيف سيظهر أبناء وليد الركراكي اليوم في هذه المباراة؟ وهل ستكون هناك تغييرات في التشكيلة؟ هذا ما سنراه في المباراة.